خطأ يلعبها مباشرة مع عمور، راح أشلي من هناك على الجهة اليمنى وحمدود، عمور يفضل حمدود في بعيد مدافع أيمن، يجي من هناك دلالو، حمدود برجله اليسرى باعت الكرة ترجعها وسط ميدان فريق البلدية مع عامر بن علي، جاب الخير هو موجود على الجهة اليمنى وحده من دون مراقبة ولا خطأ، يصفر حكم المباراة حسين أشيو أول بطاقة صفراء، يخرجها الحكم لصالح حسين أشيو بعد ارتكابه خطأ على عامر بن علي ليبقى ساقط على أرضية الميدان. شوف الإعادة رغم انه ماهوش في المستوى هذا الموسم عامر بن علي، ولكن يبقى الحفاظ على الكره يبقى هو اللي الميزان تاع اللعب في فريق بلديه العاصمه خاصه في مثل هذه المباريات. اذا كان ممكن تفضل ممكن كل شيء ممكن مع السيد خاصه وانك رابح مع السيد قاسم، البلديه ما قدرش يخرجوا من منطقتهم. والله هذه من طبيعة اللعب الجزائري، احنا رانا نقول لهم يعني كل واحد يحكم المكان تاعه، كنا قادرين يعني نضغط عليهم في سجلنا الهدف وين دي اسمها كما نقولوها ارتبكوا شويه، ولكن اللاعب الجزائري دائما كيكون فايز وخاصه في لقاء الدربي راك تشوف رانا نعطيهم تعليمات من المقعد تاع الاحتياط ولكن راهم رفضوا باش يخرجوا. ان شاء الله في 20 دقيقه الاخرى هذه تعدل الامور. صعب يا نور الدين انه اللاعبين يسمعوهم في امام 50,000 متفرج في ملعب خمسه تويليا، ويتدخل هشام الظاهر بصعوبه. حتى الدفاع في حد الجزائر ما عندوش الرزانه المعهوده اليوم، كل مره تكون كره الا ويكون ارتباك ينطوي. ولو ان الهدف او الهدف كان في بعد مرور دقيقتين يعني تقدر تقول ان الامور اخلقت، لازم شان الوقت لعوده الاتحاد الى مستواه المعهود. وهدف مقابل صفر للمولوديه، ومسعود فريقك راهو يبدو عليه التاثر من الناحيه البدنيه بسبب المباريات الكثيره التي لعبها، رد فعله لم يكن قويا، مرفوع الركنيه من الشنوفي وتدخل منير زغدود والدفاع عن طريق العربي ابو عمران، تبقى عنده الكره بالراس ما فيش وضع يتسلل وسيئه بالخير الضربه القاضيه ما كانش في وضع يتسلل، خطا فادح جدا على مستوى دفاع فريق اتحاد العاصمه في المراقبه. جاب الخير نعم نعم جاب الخير، انتظر كثيرا وضيع الضربه القاضيه لفريق مولودية العاصمة في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول. نقطة التحول ربما في هذه المباراة إذا كان المولودية ما استقبلتش هدف في الدقائق القليلة القادمة، هذا يعني أنه خرج سالم من هذه المباراة بعد تضييع هذه الفرصة الكبيرة لجبل خير. الله لا واش ضيع جبل خير، نذكر بأنه ما كانش في وضع التسلل لأنه نعم ما كانش في وضع التسلل، خذا كامل وقته كامل وقته، ولكن خبرة هشام الظاهر وقوته وقامته سمحت له بصد هذه الكرة وتجنيب فريق اتحاد العاصمة الضربة القاضية في هذا اللقاء. ولو انه الحديث عن الضربة القاضية امر سابق لاوان، وزير بلال انطلق من هناك من عشيو